تخليدا لليوم العالمي للمرأة، احتفلت ولاية أمن فاس بكافة نسائها لما يقدمن من أعمال جليلة وتضحية جسيمة في سبيل ضمان أمن الوطني والمواطنين، وكذا توفير الأجواء الآمنة للتمتع بالحقوق والحريات. جعلت منهن دعامة قوية وركيزة أساسية في توطيد الأمن وإضفاء شعلة جديدة بصيغة نون النسوة داخل أسرة الأمن الوطني على صعيد ترابي المملكة. كما تلاحظوا اليوم ولاية أمن فاس كما محلية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على شرف الشرطيات في المنطقة ديال الأمن الوطني خاصة العاملات في ولاية أمن فاس. هذه السنة تميزات كذلك بالالتفات للسيدي ديال العمل الوطني، وجه رسالة خاصة لجميع موظفات الشرطة على المستوى الوطني، فحنا عليه الشكر والتقدير والثناء والتحفيز لما يبذلهن من عطاء ومقاومة للذات من أجل مواكبة زميلها الرجل في العمل، وتحملة جميع المشاريع والساعات كيف كان الدور الأعمال التي يقوم بهم. وقد قدمنا فعلا جراء واستحقاق عن كبير القضايا الأمنية ونجاحات مميزة من الميدان الأمني، وخاصة تلك المهام التي تكتسب نوعا ما الخبرة. الاحتفال بالمرأة الشرطية هو تكريس للمكانة المتميزة التي تحظى بها عموما، كما هو تتويج لإنجازاتها ومساهمتها في كافة التخصصات والمجالات الأمنية عن جدارة واستحقاق. هو مناسبة سنوية لتجديد الشكر والثناء للمرأة الشرطية وبالموظفات والعاملات في صفوف الأمن الوطني، تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني بالنيابة عن كافة أطر وموظفي المؤسسة الأمنية.